بعمر صغير كان الفن هدف، فاستطاعت بإبداع وابتكار أنه تتنقل بين عشرات الشخوص الدرامية بأعمالها وتحتل لنفسها ركن خاص في ذاكرة محبيها. نبيلة النابلسي من مواليد دمشق 1949، موهبة بدأت حلمها مع المخرج نبيل المالح بعام 1970 بفيلم رجال تحت الشمس، ليكون البوابة لاسم بدأ ينسج ملامحه الخاصة على الشاشة الذهبية. طوالت الأعمال وصولاً إلى فيلم شاركت فيه ثنائي الشهير دريد لحام ونهاد قلعي في فيلم غوار جيمس بوند. لأنه نحن موجودين ونحن اللي عم نجمعكم، بس بكرة ما بنعرف إذا ودعنا أنا وأبوكم هالدنيا شو بده يصير. شو الحكي مع ماما؟ لا تقولي هيك. أختكم نادية حالتها بتشغل البال، ديروا بالكم عليها. وعبر النافذة الصغيرة دخلت كل بيت، فقدرت تترك بصمتها الخاصة عبر العشرات من الأعمال الدرامية بين اجتماعي درامي وكوميدي، فاستطاعت أنه ترسخ صورة الأصالة والصلابة للأم السورية. ما عاش اللي بده يعيشك بالقيل والقال يا أبو حاتم. أنا وازن الأمور بأهلي، بعدين بيني وبينك يا أبو حاتم أنا كبرت وما عاد أقدر أجيب لك أولاد، فلشو أحرمك من شيء أنا ما اللي قدراني أعمل لك يا. بعدين ابنك ابني، ولا ما سمعت عن عزه ابن جيراننا اللي عازز مرت أبوه وما قبل لا تبقى معهم بالبيت حتى بعد ما مات أبوه الله يرحمه. عشرات العناوين لأعمال صارت جزء من ذاكرة محبيها، وفي 29 من يونيو من عام 2010 كان تاريخ خلد الراحل النبيلة النابلسي بوجدان دراما سوريه.